السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك، أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا. الزمالك بدأ أمس الجمعة الاستعداد لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس مصر يوم الاثنين القادم. خاض لاعب الفريق تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية أمس، وشهدت التقسيمة تطبيق العديد من الجمل الفنية بتعليمات من الجهاز الفني والظهر الرباعي شيكابالا وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله نيمار ويوسف أسامة نبيه بصورة جيدة. أكد مصدر بالزمالك أن مسؤولي الزمالك ونظرائهم في سيراميكا كليوباترا تواصلوا لاتفاق مبدئي حول صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا، وأوضح المصدر أن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات بين مسؤولي الناديين تم خلالها الاتفاق بشكل مبدئي على الصفقة، وشدد أنه يتم حاليا وضع الرطوش الأخيرة حول المقابل المادي وطريقة السداد، وأضاف طريقة سداد الزمالك للصفقة هي الخلاف الوحيد بعد أن طلبت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن يكون السداد على دفعتين على أقصى تقدير. مصدر مطلع بالزمالك، هناك قرار سري تم اتخاذه من إدارة الزمالك بتوجيه الشكر لفيريرا حال الإخفاق في مباراتي بيراميدز المقبلة في كأس مصر والأهلي في الدوري. نفذت تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم على استاد القاهرة الدولي، حيث تم طرح التذاكر أمس قبل أن تنفذ خلال دقائق. عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية أمس، وطالب اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية والتركيز فقط على مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر، وأكد على ثقته الكبيرة في قدرة جميع اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل. عقد فيريرا جلسة مطولة مع أحمد مصطفى زيزو على هامش التدريبات الجماعية أمس، وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني وزيزو حول بعض المهام والأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق. استقر فيريرا على ضم أحمد فتوح وعبد الله جمعة إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بيراميدز، ويدرس فيريرا إعادة أحمد فتوح إلى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك في مباراة بيراميدز القادمة، لا سيما أنه من العناصر والركائز الأساسية. مرتضى منصور نبيل دونجا قد مروان عطية ده ب 500 مرة، حتى دونجا لاعب الإسماعيلي أفضل من مروان عطية كثيرا، محمد مصلحي سيظل أخي ولكن ألوم عليه من خلاف وعده لي في صفقة مروان عطية وانتقاله لصفوف الأهلي. صفقة مروان عطية مشبوهة، والدليل تنازل الأهلي عن سوبر السلة للاتحاد في واقعة هي الأغرب في التاريخ. مرتضى منصور: أحب أقول لأوباما على الهوى إحنا محتاجينك، وهو حاسس إنه مالوش دور لأن الراجل ما بيلعبش برقم 10، لكن فيريرا بيحبه وبقول له لآخر مرة أنت لتالت مرات بتكون عاوز تمشي وأقعدك، هل هنجح في إني أخليك تقعد؟ وأضاف: دي رؤية الجهاز الفني في رحيله، وأنا مقتنع بأوباما بيلعب رقم 10 لكن ما أقدرش أقول ولا أتدخل في الأمور الفنية. بقول لبعض الجماهير: ده أوباما اللي زهق منكم، هو لاعب كبير وجاب بطولات وكفاية الكونفدرالية زي ما جول محمد عبد الغني هيجيب لنا الدوري. مرتضى لأوباما: إن شاء الله تلعب وتتألق وترجع بيتك، بقول للعيال السفلة مش كل أسبوع همشي لاعب محمود علاء وبعده الوردي وأوباما، مفيش جمهور بيقيم ماتش بماتش ومحدش يقيمنا، وحضرتك جمهور لك عندي صفقات وبطولات وأكبر، لكن تقييم كل لاعب ومدرب لا يا بابا بالجزمة، خد فلوس من عباس والعتال وهاني شكري وعبد الله جورج، خد منهم وملكش دعوة بالنادي، مفيش جمهور محترم بيطفش في اللعيبة والمدرب، كان في انتخابات وكفتهم كلهم على وشهم، واختتم أنا شامم ريحة الدوري جاية والفريق يقدر يحصد اللقب للموسم الثالث على التوالي، وندعم البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق. مرتضى منصور: بقول لجمهور الزمالك الداعم للفريق وفيريرا اللي لا نرمي الفوطة، أنا أكتر واحد مش مبسوط، السبب إن اللعيبة في رجلها رمل، أمر من الاثنين لتوالي المباريات، لجامايكا شغال، اختار أي حاجة وأنا موافق. مرتضى منصور: بقول لجمهور الزمالك استحمل فريق السلة، احنا بنعمل احلال وتجديد، وبرضو محمد مصلحي اخد منك احرف لاعب الواد ابو طفيرة، بس عزائي انه اخده من حسين لبيب مش مني، اتحاد السلة مسيطر عليه، عمرو مصلحي اخوه. تواجد احمد فتوح وعبد الله جمعة في تدريبات الابيض امس، وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية على هامش الميران طبقا للبرنامج الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق. انتظم عمر جابر في التدريبات الجماعية أمس وشارك في الميران الجماعي للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. وصل أوباما لاعب الفريق إلى السعودية صباح أمس الجمعة، وجاء سفر أوباما إلى السعودية من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد الحزم السعودي. أوباما وجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك من السعودية وجاءت كالتالي:
جماهير الزمالك العظيمة، أطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق، وأنا على أعتاب خوض تجربة جديدة في حياتي المهنية كلاعب، وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير النادي سيظل باق في قلبي ولن يتغير، وعلاقتنا القوية وذكرياتنا الجميلة ودعمكم لي خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتي سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن أنساه، وهو وسام على صدري. وتابع جمهور الزمالك الغالي، ما زالت أصواتكم وأفراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل إنجاز باقية في آذاني. عشنا سويا سنوات عديدة من الانتصارات والإنجازات، وكنتم أنتم المحفز الأول والداعم الأول لنا كلاعبين. سأشتاق إلى أصواتكم في المدرجات، ولن أقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر في يوم من الأيام، إن لم يكن كلاعب في الزمالك سيكون في مدرجات التلت يمين كمشجع بجواركم. أحمد سامي مدرب سيراميكا، بنسبة كبيرة صفقة جون إيبوكا انتهت وسينضم لنادي الزمالك، وأتم تتبقى رتوش بسيطة بين إدارة الناديين لحسم الصفقة. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، يدعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب للقناة، ومتشكر ليهم جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات.